فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: انتشرت مقاطع في الجوالات، مقاطع فيديو لبعض الناس يستقبلون السيل بالترحيب وصب القهوة له، فأنكر عليهم بعض الإخوة بأن هذا من البدع وربما جر إلى الشرك، فهل إنكارهم صحيح؟ أي نعم، إنكار الواجب ما يثنى على السيل، يثنى على الله ويشكر الله جل وعلا الذي أنزل السيل والمطر. نعم.